ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع حزب الله ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي محاولات للتهدئة، طالب متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية المواطنين الألمان في لبنان بضرورة المغادرة على وجه السرعة خوفاً من توسيع الصراع بين حزب الله وإسرائيل والدخول في مرحلة الحرب الشاملة، الأمر الذي يكشف عن قلق أوروبي بالغ بسبب ما يحدث في لبنان. ليست ألمانيا وحدها من استشعرت القلق حيال مواطنيها في لبنان، حيث أكد الرئيس القبرصي تلقي بلاده طلبات من قرابة 10 دول للمساعدة في إجلاء رعاياها من لبنان حال اشتعلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله وتوسع الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي ينعكس بدوره على الأمن القومي الأوروبي ويتطلب تحركاً دولياً حقيقياً وفعالاً للتعامل بشأنه. ما ينتهجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من سياسات تصعيدية جعلت المنطقة على صفيح ساخن طوال الوقت، لم تعد سياسات مؤرقة لغزة أو لبنان أو دول المنطقة الأكثر قرباً فقط، بل انتقلت موجة التوتر إلى أوروبا التي باتت تستشعر قلقاً بالغاً ليس حيال مواطنيها فقط، ولكن على مستوى انعكاسات هذه السياسات التصعيدية من جانب الحكومة الإسرائيلية على الأمن الأوروبي في ظل إصرار نتنياهو على مواصلة التصعيد.